لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في العربي الجديد، انتفاضة العراق، اعتقالات وقطع طرق في الجنوب وتهديد بالتصعيد. في صحيفة المدى، لجنة تحقيق برلمانية، جماعات مسلحة وعشائرية تسيطر على منافذ حدودية. التايمز، على الدول الغربية استخدام الأوراق الدبلوماسية التي تملكها مع إيران. في البصائر، مركز دراسات أمريكية، عواقب أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية قد تواجه العراق. في الشرق الأوسط، لجنة تحقيق برلمانية، جماعات مسلحة وعشائرية تسيطر على منافذ حدودية. في العرب اللندنية، المتظاهرون يسعون إلى توسيع رقعة مظاهراتهم الاحتجاجية. وفي الجزيرة نت، انتهاء مهلة الرئاسة التونسية للأحزاب والكتل البرلمانية لتسمية رئيس للحكومة. السلام عليكم. مشهد الموقف الأمريكي المعلن لا يبدو مكتملا عندما يتعلق الأمر بالعراق منذ بداية التظاهرات الشعبية في الأول من أكتوبر الماضي، عندما بدت المواقف الأمريكية الرسمية مترددة حول تعريف التظاهرات وأسبابها وتأثيراتها. لم يتطور هذا التردد كثيرا، وتم التعبير عنه في الغالب في الكواليس السياسية أكثر من التغريدات، بشكل دعم لحكومة عادل عبد المهدي لحثها على معالجة الأزمة وتقليل فرص انفلاتها نحو الفوضى، رغم كل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها، وهي تشهر ابتساماتها العريضة بوجه المجتمع الدولي. مقال للكاتب مشرق عباس في موقع الحرة عراق. يمكن القول إن الموقف الرسمي الأمريكي إزاء تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في العراق كان متأخراً وخجولاً حتى في قضية استقالة حكومة عبد المهدي، رغم أن تلك الاستقالة بدت حتمية بعد انفلات الأوضاع في النصف الثاني من نوفمبر الماضي، وتحول الموقف الشعبي إلى إدانة جماعية لمقترحات المساومة السياسية التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة، وهي البعثة التي بذلت بدعم رسمي أمريكي كل الجهود لإيجاد مفاوضين عن المتظاهرين ينقذون الحكومة من مأزقها، وينتجون مشهداً عراقياً يتم تعريفه دولياً بأنه نزاع بين فئتين. تغير موقف ممثلة الأمين العام في العراق في بداية ديسمبر، وتزامن تغير الموقف مع استقالة رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، وتغير الموقف الأمريكي أيضاً منذ ذلك الحين، وأصبح فجأة أكثر صراحة في الحديث عن المجازر وعن دور الميليشيات في العراق وعن الدعم الإيراني الصريح لهذه الميليشيات. الموقف الأمريكي لم يرتبط بالعراق مفصلياً، ولم تكن قضية التظاهرات في صدارة اهتماماته، بل اندرج دائماً في صراع عابر للحدود تخوضه إيران في المنطقة وتجاريها الولايات المتحدة فيه، حتى انفجرت الأوضاع في نهاية الشهر نفسه مع مقتل متعاقد أمريكي ثم قصف مقر كتائب حزب الله، ومن ثم محاصرة السفارة الأمريكية ببغداد من قبل الميليشيات وحرق بوابتها قبل أن ينفتح بشكل أكثر خطورة بعملية استهداف زعيم فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. في خضم التوترات المتزايدة بسرعة بين الولايات المتحدة وإيران، هناك خطر حقيقي من أن تكون مطالب حركة الاحتجاج العراقية مهمشة. إن الاحتجاجات الحالية، مقال نشره موقع رسام للدراسات على موقعه. الاحتجاجات الحالية مختلفة في الحقيقة، بدأ الناس بها بعد الصيف، فهم حركة شعبية لا يقودهم أي ممثلين سياسيين أيضا. علاوة على ذلك، يتم تنظيم الاحتجاجات بشكل أساسي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الشباب في العديد من المناطق في العراق، ويبدو أن المتظاهرين كانوا أكثر تصميما هذه المرة أيضا.
يبقى السؤال حول مقدار التغيير الذي يمكن أن تؤدي إليه أفعالهم. ينظر إلى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي على أنه ضعيف وليس في وضع يسمح له بالرد على طلبات المحتجين. علاوة على ذلك، تم الاتفاق إلى حد كبير على أن التغيير الحقيقي سيتطلب أيضاً إجراءً جماعياً بما في ذلك من جانب المجتمع الدولي لمعالجة الفساد في العراق والذي تم تجاهله لفترة طويلة جداً، بالإضافة إلى أن الطريقة التي يتم بها تنظيم الاحتجاجات تختلف هذه المرة، فإن استجابة سلطات الدولة هي أكثر قسوة ووحشية مما كانت عليه في السنوات السابقة، حيث قتل حوالي 600 متظاهر وأصيب أكثر من 25,000. تم إطلاق النار على المتظاهرين بأسلحة أوتوماتيكية واستهدفهم القناصة، ويبدو أن قوات الأمن إما تستهدف المتظاهرين بفعالية وبشكل غير متناسب أو أن الحكومة فقدت السيطرة الكاملة على الفصائل المتعددة التي تشكل قوات الأمن. كلاهما معقول وكلاهما غير معقول. على الرغم من الاختلافات العديدة بينها، فإن الشيء الوحيد الذي يربط النخبة السياسية الحاكمة في العراق بعضها ببعض هو تقسيم ثروة البلاد بينهم. فمنذ عام 2003 تم بناء النظام السياسي العراقي على الفساد. يواصل العراقيون المنتفضون التصعيد والإصرار على سير حراكهم الشعبي حتى تحقيق مطالب الشعب العراقي والمتمثل بإسقاط النظام والمحاصصة الطائفية وطرد الطبقة السياسية الفاسدة وإنهاء النفوذ الإيراني وكل أشكال التدخلات الخارجية. تقرير نشرته صحيفة البصائر العراقية. في خطوة جديدة تنذر بتصعيد قد يغير خارطة الاحتجاج المستمر في العراق منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول الماضي، تتجه المحافظات العراقية المنتفضة إلى الاتفاق على إمهال الحكومة والبرلمان حتى 20 من شهر يناير كانون الثاني الحالي، أي بعد غد الاثنين، من أجل البدء بتنفيذ مطالب المحتجين بشكل عملي وملموس قبل أن تتخذ هذه المحافظات خطوات تصعيدية لم تحدد ماهيتها بعد، وذلك مع انضمام مدن جديدة إلى الحراك والموافقة على خطوة المنتفضين بتحديد هذه المهلة. واكتظت ساحات وميادين الاحتجاج في العراق بعشرات آلاف المتظاهرين وسط استمرار حالة الانتشار الأمني والعسكري الذي دابت السلطات الحكومية على تكثيفها كل يوم جمعة، على وجه الخصوص بسبب الأعداد المضاعفة التي تشارك بالتظاهرات في هذا اليوم، على الرغم من استمرار عمليات الخطف والاغتيال والتهديدات التي يتعرض لها الناشطون في مدن عدة من جنوبي البلاد وفي بغداد. وشهدت تظاهرات الجمعة رفع شعارات جديدة ضد كل من الولايات المتحدة وإيران، مهاجمة في الوقت ذاته أحزاب السلطة متهمة إياها برهن مستقبل البلاد للأجنبي. وشهد ساحتا البحرية وذات الصواري في البصرة تظاهرات واسعة شارك فيها زعماء قبائل وأعضاء وممثلون عن منظمات مدنية بمناسبة مرور أسبوع على اغتيال الصحفي البصري أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي على يد مسلحين. وفي النجف هدد المتظاهرون باللجوء إلى العصيان المدني وتعطيل مرافق الحياة، مؤكدين تأييدهم للمهلة التي أطلقها متظاهرو الناصرية. قال صحيفة الجارديان البريطانية إن إيران قد تكون عاشت في الأسبوعين الماضيين في حالة مشحونة بالأسى والغضب بعد اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية، وكذا الشعور بالخوف من حرب وشيكة مع الولايات المتحدة، لكنها أكدت أنه حتى قبل الغارة الجوية الأمريكية التي قتل فيها قاسم سليماني قائد فيلق القدس ردا على هجوم استهدف السفارة الأمريكية في بغداد، كان الناس في إيران يواجهون الخطر والبؤس. العقوبات الأمريكية التي فرضت على اقتصاد مترنح أصلاً بدأت تترك أثرها المؤلم في المجتمع الإيراني، فقد ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 57%، مما يجعل الكثير من العائلات غير قادرة على شرائها، ودفعت إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران نحو
مليار وستمائة مليون إيراني إلى دائرة الفقر حسب مؤسسة إيرانية تعنى بتطوير العلاقات التجارية مع أوروبا. كما ارتفعت تكلفة الرعاية الصحية والإسكان في البلاد بنسبة الخمس في عام 2019 حسب مركز الإحصائيات في إيران، ولم يقتصر تأثير العقوبات الاقتصادية على الفقراء والمهاجرين في إيران، بل وصل أيضا إلى الطبقة المتوسطة التي تشتكي من التضخم الذي أدى إلى انهيار قيمة دخلها وعجزها عن التوفير. ويشير الكاتب إلى أنه بعد اعتراف إيران بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، تمكنت السلطات بسرعة من تفريق المتظاهرين الذين خرجوا في طهران والعديد من المدن الأخرى، ولكن الظروف مهيئة حسب الكاتب للمزيد من الغضب والاضطرابات. وبحسب الكاتب، على الرغم من كل هذه المعطيات، فإن المراقبين يرون أن النظام الإيراني ليس مهدداً بالانهيار، كما أن اقتصاد البلاد لا يزال متماسكاً، وهو ما يعني أن استراتيجية الولايات المتحدة التي تهدف إلى إسقاط النظام في إيران بواسطة ضرب الاقتصاد لم تثبت فعاليتها. في مقال افتتاحي لها، قال صحيفة التايمز البريطانية إن على الدول الغربية استعمال الوسائل الدبلوماسية التي تملكها من أجل مواجهة النظام الإيراني. على الدول الغربية أن تفهم أن لديها أوراقاً دبلوماسية يمكن لها أن تستخدمها في القضية. النظام الإيراني كان يرغب بأن يسهم مقتل سليماني في حشد التأييد لصالحه، لكن اعترافه بالمسؤولية عن إسقاط الطائرة الأوكرانية أدى إلى خلط كل الأوراق. النظام الإيراني كان يرغب بأن يسهم مقتل سليماني قائد فيلق القدس في حشد التأييد لصالحه، لكن اعتراف الحرس الثوري بالمسؤولية عن إسقاط الطائرة الأوكرانية ومقتل جميع ركابها خلال عملية الرد على اغتيال سليماني أدى إلى خلط كل الأوراق بالنسبة لنظام ولي الفقيه. وحاول المرشد الأعلى الإيراني الدفاع عن الحرس الثوري خلال الخطبة، موضحاً أن بلاده لم تعد تثق بالدول الأوروبية التي أعادت تفعيل بند فض النزاعات في الاتفاق النووي، وهو ما أدى إلى توسيع الشرخ بين المتشددين والمعتدلين في إيران. التايمز قالت أيضاً أن العقوبات الاقتصادية يمكن أن تثمر في تحقيق النتائج المرجوة من الغرب، لكنها توضح أنها قد تؤدي إلى أضرار على الولايات المتحدة بشكل خاص، لأن ضغوطاً أقصى تعني أن ليس لدى الإيرانيين ما يخسروه في مواجهة الغرب. وختمت الصحيفة بالقول إن الفرصة مناسبة الآن للولايات المتحدة كي تكبح جماح إيران، لأن الأخيرة تعيش حالة ضعف حالياً. في مقال افتتاحي، قالت صحيفة القدس العربي بعد إفشال قائد ميليشيا الشرق الليبية خليفة حفتر محاولة روسيا وتركيا قبل أيام رعاية اتفاق هدنة دائمة لقواته مع حكومة الوفاق الشرعية، قام الجنرال بتصريحات مخاطبا فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعبارة صديقي العزيز، وهو ما يمكن أن يقرأ كمحاولة لامتصاص الغضب الروسي. تشير الحالة الزئبقية الدائمة لحفتر إلى التناقضات الواقعة بين الدول الكبرى، فالمؤكد أن بلدانا عديدة ما كانت ستسمح بحصول اتفاق ترعاه موسكو وتكون تركيا الطرف الثاني الأقوى فيه. ومن هنا نفهم الأنباء التي تحدثت عن كلمة سر وصلت حفتر ونتجت عن توافق بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والإمارات التي كانت حاضرة في كواليس اجتماع موسكو. وكان سبب دخول واشنطن على خط منع الاتفاق وجود بنود غير معلنة فيه، منها إقامة قاعدة عسكرية ضخمة لموسكو في الجنوب الليبي في محاولة من العاصمة الروسية لتطبيق السيناريو السوري وتوسيعه نحو الأراضي الليبية والبحر المتوسط. من الواضح أن العامل الذي لعب الدور الأكبر في تحريك القضية الليبية وجعل كل هذه العواصم مهتمة فجأة بحل الأزمة الطاحنة التي خلفت آلاف القتلى، وكان من عواقبها حسب منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة يونيسيف
نزوح أكثر من 90,000 طفل من بيوتهم. هو الاتفاقية الأمنية والبحرية التي عقدتها حكومة الوفاق مع تركيا، والتي قلبت الطاولة على المراهنين الإقليميين على انتصار الجنرال وفتح طرابلس، كما كشفت التواطؤ الأوروبي مع عواصم الثورة المضادة العربية. يوفر اشتراك أغلب الأطراف الدولية والإقليمية في مؤتمر برلين ثقلاً دولياً كبيراً قد يسمح بفرض حل دولي يوقف عدوان الجنرال الطامح للسلطة، بغض النظر عن الأثمان الباهظة التي يدفعها الليبيون من أرواحهم وممتلكاتهم. فهل سيكون وقف الحرب قراراً تتكفل بإنفاذه المنظومة الدولية، أم يتمكن الجنرال وحلفاؤه من التلاعب مجدداً بمصائر ليبيا؟ أصدرت جامعة هارفارد في 7 يناير كانون الثاني الجاري بياناً حول نتائج دراسة علمية قامت بها ونشرت في دورية نيتشر حول بنية غازية متجانسة على شكل موجة هي الأكبر على الإطلاق في مجرتنا. تتكون البنية من حاضنات نجمية مترابطة تنتظم بشكل خيطي، وتتميز بخيوط متموجة تشكل النجوم، وتصل إلى تريليونات من الأميال فوق وتحت قرص المجرة. وأطلق العلماء على هذا الاكتشاف الجديد موجة رادكليف، على اسم معهد رادكليف للدراسات المتقدمة المشارك في هذه الدراسة. وبحسب البيان الصادر من جامعة هارفارد، فإن العلماء يتوقعون أن هذا الاكتشاف سيدحض المفاهيم السابقة حول السحب الغازية في مجرة درب التبانة التي استمرت ووفقا لأكثر من 150 سنة. فقد استخدم فريق العلماء من هارفارد بيانات جديدة من مركبة الفضاء جايا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية لإنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد للمادة بين النجمية في المجرة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.